انا بكل صراحه ما بحب بتزول يزعل مني. لا تحدى ما بدي جاي اعتذر مني. لا تحدى ما بدي شيء تزعل مني. انت باي حق لك تقعد تحدى؟ بدي اعتذر منك. انا بدي اعتذر منك. ما حدا طلب. ما بدي. انا بدي اعتذر منك يا ريما. شو قصته هيدا؟ محلك هون. اي عمي. طب لا تواخذينا خلص. اهلا وسهلا مدام، نورتي. شو فيني ساعدك؟ شو قلت لها؟ اهلا وسهلا مدام. هيك بيقولوا لها المدام؟ كيف بيقولوا لها؟ شو ما مش عم بسمع. شو قلت؟ اهلا وسهلا مدام، كيف فيني ساعدك؟ هي سمعتك هلا هيك؟ هي المدام سمعتك هيك عم تحكي معها؟ بلا مش عم بسمع. سمعته. هيك بيقولوا لها المدام اهلا وسهلا فيكي للمدام؟ سمعته. ليه عم بيت عليه؟ انا كم مرة علمتك ما بتحكي هيك مع العالم؟ ليه عم تتنمر عليه؟ أنا كم مرة قلت لك ما هيك بيحكوا مع الزباين؟ أنا المدير. المدير ايش هو يعني؟ ايه بس هو عم بيحكي الصح. بس ما هيك بيحكوا مع العالم. بس الشاب ما غلط. نعم؟ الشاب ما غلط. أنا معلمه كيف يحكي مع زباينه. معلمه انا مدام أهلا وسهلا محلك نورتي. هيك معلمه أنا. روح على شغلك، اعطيني الدفتر هون. روح على شغلك. روح على شغلك، بدك تساعديني وجهي هون. زلمه عم بيقول لي شو بتحب يساعدك مدام؟ انا ما غلطت مدام، عم فهمه، صرت بفهمه مليون مره، بس اجوا الزباين اهلا وسهلا، نورتوا محلكم، لك 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 شرفتونا، انا هيك معلمهم لحتى زبون يفوت نفسيته ترتاح، يمكن انت هلا جاي من الشغل تعبانه، كيف بده الواحد يريح لك نفسيتي؟ انا ما اشتكيت. نعم؟ انا ما اشتكيت. مدام ما هي نفسيه القصه، انت ما رح تشتكي، انت ما رح تشتكي. بس هي نفسية القصة. انا حاشتكي عليك مش عليك. ما انا المدير يا مدام. في اعلى منك. صاحب المحل. اوكي من اعطيني رقم صاحب المحل. ليش شو لانك عم تفتري افترى. عليه للزلم. يا اخي شو بده يحط لي المنشفة والسجادة الحمراء؟ لا لازم يستعدك سبيل احلى من هيك. فني بادب. بس انت عم تفجر هلا. انت ست الكل. انت ست الكل. لازم يكون لك استقبال. وانا معلمه. بس تجي المدام اي مدام بتفوت لعنا لهون بتحطوا لها السجاد الاحمر. لا السجاد الاحمر. ما غلط. ماشي مدام تفضلي. صبيت لي نفسي خيي. ليه عم تفجر عليها الصبي المعتر؟ طيب شو بدك هلا؟ تفضلي امري. شو بدي؟ صحن فتت ابو حسان. خلصنا. نعم صحن فتت ابو حسان. بعيد بعيد مدام. انا انت عم تعيط. هلا انت عم تعيط علي. انت عيطت انه مش اصول كمان. انا قاعده زبونه فجر هالفجور هيدا. ما انا عم عيط علي. استقبلك استقبال حلو مدام. استقبلني بكل احترام. انا ما غلطت معك. بدي استقبلك. نعم ما تتنمر. ما تنمرت. تنمرت ونص. خلص بليز اطلب لي. انا ما غلط مدام. تفضلي اهلا وسهلا فيكي نورتي. محلك هون. نحن زبايننا بنحطهم بقلبنا. حشت العين فهمنا مدام. بدي لك شغل. صدقيني انا ما غلطت. انا ما غلطت. انا ما بغلط مع حدا. انا بالعكس كل زبايننا اللي بيجوا لهون بيحترموني. كلهم بحترم غيرك مثل ما العالم بتحترمك. وكلهم مدام. انا ما غلطت. انت بتعرفي انا عم فهمه. انا ما غلطت. بس انا هل بدي لك انا ما غلطت. انا ما غلطت وما حكيت شي كلمه معه. بس انا شايفه. شو انا بس كنت عم فهمه انه احترمها للمدام. هيدا اللي كنت انا عم فهمه عليه. بس ما حكيت شي غلط. بس انا ما حكيت شي غلط. بتحبي شي بارد معه لو سمحتي؟ اهلا وسهلا فيك. انا ما غلطت. بتعرفي شو؟ بتعرفي شو المشكله؟ المشكلة انه انا عامل لهم امتحان. اديني رقم ابو حسان. اديني رقم صاحبي. انا عامل لهم اجتماع من يومين. كيف يستقبلوا الزبونة؟ كيف يستقبلوا الزبونة؟ كيف يرحبوا فيها؟ بدهم يعلمك قبل ما تعلم. لا لي انا. انت لازم حدا يعلمك مش انت تعلم. اصلا انت بدك مكتب ليعلمك كيف تعمل الموظف قبل الزبونة. مدام تعبان عليهم. خمس سنين وتعب عليهم للشغيله كيف بتعاطوا مع الزباين. انا بدي زبون. انت استاذ فاشل. بدي يكون الزبون مرتاحه نفسيته. خمس سنين انت عم تعلم موظف. انت الفاشل مش هو الفاشل. لانه يا حيضل يا حيفل. بس كيف صابر هيك عليك؟ ما بعرف. ما بدي خي. ما بدي مي. من قالك بدي مي؟ تفضلي. ما بدي مي. بركي تشردقته. ما
شردة. قصدي بركي عصبتي وبدك تشربي مي. ماني معصبة. نحن صابين عليك هالمصفوف. اهلا وسهلا. مدام انا بكل صراحة ما بحب الزهول يزعل مني. لا اتحداه. ما بدي جاي اعتذر مني. لا اتحداه. ما بديش هيك تزعل مني. انت بأي حق لك تقعد تحدي عزيزي؟ بدي اعتذر منك، انا بدي اعتذر منك. ما حدا طلب، ما بدي. انا بدي اعتذر منك. يا ريما شو قصته هيدا؟ انا بدي اعتذر منك. يعني ما معقولي هيك. انا جاي اقعد هون بدي بيجي باكل عندكم. بدي اعتذر منك. ما تعتذر ولد، ما تعتذر، حل عني. انا بدي اعتذر. يا خيي هلا ما تخليني اقطر الصحن هلا بايدي قلبه على الارض. مدام صايرين كثير عصبيين بالنسبان، كثير بتعصبوا صايرين. اهلا وسهلا فيكي مدام، نورتي محلك هون. حل عني. طب لا تواخذينا خلص يا عمي، انت كنت معنا برنامج كاميرا خفيه، وهي البنت اللي قالت لنا، هي صديقتك اللي قالت لنا ما تعميها ضرب وبدنا نعزمها. ريما 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 اللي قالت شو القصه؟ شو بس ليه معصب هاد؟ ليه معصب؟ شوف وضحك معنا تحكي من القلب، اوعى تزعل منا لولا كنت تضل. شوف وضحك معنا تحكي من القلب، اوعى تزعل منا لولا كنت تضل. ونضلك انت بعنا واحضرنا واسمعنا، ضلك انت بعنا واحضرنا واسمعنا. ولك اوعى تزعل منا اوعى لولا كنت تضل. اوعك تزعل منا اوعك لولا اكلت الضر. اوعك تزعل منا.